برحب بيكم يا شباب جميعا. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن البلانت سيميوليشن او البلانت موديلنج، بنستخدم فيه برنامج اوتوكاد بلانت 3 دي. الاول هنبدا في مقدمه بسيطه خالص كده عن البرنامج. الاول احنا ليه هنعمل بلانت سيميوليشن او هنعمل 3 دي موديلنج لاي بلانت؟ تعالوا الصوت واضح يا شباب كله؟ الصوت مهندس احمد سامعني؟ ممتاز، تمام الصوت واضح. تعالوا نتكلم اول حاجه، انه لو جبت اي مهندس وقلت له باشمهندس شايف حضرتك ده، ايه رايك احنا هنصمم ده؟ فاكيد هو فاهم من اول لحظه انت بتتعامل مع ايه. لكن انا لو جبت له الرسمه دي 2 دي، صدقني هو مش هيفهم اي حاجه، ولا هيفهم التشنج في بتاع الاليفيشن، ولا هيقدر ينفذ اي حاجه من الكلام ده كله. دي اهم نقطه في الموضوع، اللي هو ال 3 دي موديلنج بيحل مشاكل كتير جدا، اهمها انه العمال او المهندسين او الاستاف اللي شغال على الموضوع، لانه الاستاف بيبقى فيه عدد كبير جدا من عمال ومهندسين ومهندسين تخصصات مختلفه، بتاع انسترومنتيشن بيبقوا شغالين معاك، بتوع كهرباء بيبقوا شغالين معاك، بتوع مدني بيبقوا شغالين معاك، فكل التخصصات بيبقى شغاله وكلهم ما بيفهموش تخصصك، كل واحد له تخصصه وله مجاله، فبيبقى صعب جدا التعامل ما بينك وما بينهم بدون 3 دي موديل. هو مش متخيل انت بتكلمه عن ايه، انت بتقول له فيزل ومش فاهم يعني ايه فيزل اصلا. فانت عايز تشرح له الاول يعني ايه فيزل، وبعدين تخش تقول له ده احنا هنحطها في المكان الفلاني، فراح حضرتك هتوصلها للوصلات او الكابلات او التفاصيل اللي هتوصل عليها، المفروض تسيب لي المكان دوت او وات ايفر، يعني التفاصيل اللي بينك وبين المهندس. فاول حاجه ان 3 دي موديلنج بيسهل جدا التعامل ما بينك وبين الاقسام المختلفه، والتعامل ما بينك وبين السوبرفايزريه والناس اللي بتنفذ الموقع. دي اول نقطه عندنا في الموضوع. تاني حاجه، انه مجرد ما تعمل 3 دي موديل، كان دايما عندنا مشاكل في الكونستراكشن، ايه؟ ان حضرتك تروح تيجي تنفذ الشغل بتاعك، فانت مهندس ميكانيكا رايح تركب ستراكشر ستيل مثلا، او رايح تركب البايب بتاعك، فانت بتركب على فاونديشن القواعد بتاعه المدني، فعادي خالص تلاقي المهندس بتاع المدني مرحل القاعده 60 سم و70 سم، فانت تقول له باشمهندس مصطفى ما ينفعش الكلام ده، باشمهندس انت مرحل القاعده 60 سم ولا 70 سم، يقول لك عادي يا عم انا رحلت سب ستيشن 8 متر وما حصلش حاجه، فتلاقيك انت ضايع في الهواء، هو مش فاهم خالص انت هتحط عليه ايه، ولا الملي بالنسبه لك كام. انت في الميكانيكا الملي بيضيع لك الدنيا، يعني 6 ملي دي ما تعرفش تجيبها لا يمين ولا شمال، هتعمل كات وري ويلد وتقطع البايب وتبدا تصميم من الاول. هو مهندس مدني بالنسبه له المتر ده بيتعامل معاه يعني متر واحد، هي الوحده اللي انت بتتعامل معاها. مهندس الميكانيكا الملي بالنسبه له واحده، ومهندس المدني المتر بالنسبه له واحده، هي نفس القصه. تروح تعمل شويه انكور بولتس ولا حاجه للفيزل بتاعتك اللي هتركب عليها الفيزل، تلاقي المهندس مرحله كل واحد فيهم 3 4 سم. طب انا اركبها ازاي الفيزل؟ يعني عند حضرتك مثلا فيزل زي دي، الفيزل واقفه على القعده اهي، القعده دي بيبقى طالع منها انكور بولتس، الانكور بولتس بتثبت فيها الفيزل، هو رحل لك انكور بولت من دول. لا طب انا جات لي الفيزل متفبركه قبل كده خلاص، هقطعها يعني ولا اعمل فيها ايه؟ فده الكوميونيكيشن ما بينك وبين الاقسام الثانيه بتبقى سهله جدا، وبيبقى فاهم حضرتك رايح تعمل ايه. الحاجه الثانيه انه كنا في مشروع سنه 2010، فجه المقاول بيسعر الشغل بتاعنا، فقال لنا الشغلانه من الاول انا هاخدها بسعر التكلفه، يعني ايه؟ يعني مثلا البوصه الحام انا هاخده بسعر التكلفه، على سبيل المثال هو سعره 1 دولار، بس الكات اند ري ويلد هاخده ب 5 دولار. فلما حققنا في الموضوع لقينا ان الشركه نفذت مشروع السنه اللي قبلها على طول، وكان الكات اند ري ويلد اربع اضعاف كميه الشغل اللي موجود. هو الراجل ما كسبش من الشغل العادي، هو كسب من الكات اند ري ويلد، لانه حط خمس اضعاف السعر الحقيقي بتاعه. فهو دايما المشاكل كلها بتظهر ايه؟ ان انت شغال في لوحه في بيئه ال 2 دي، فانت مش متخيل خالص اللوحه او الخط اللي انت شغال عليه ده غير اتجاهه ازاي، او راح فين، او جه منين. مهما تخيلت هيبقى عندك احتمالات كتير جدا للمسار، فانت بتشتغل باحتمالات، الاحتمالات دي بتورطك في مشاكل، المشاكل دي بتورطك في تعديلات، التعديلات دي بتورطك في تكاليف جديده للمشروع. وهنشوف بعض المشاكل اللي حصلت معانا بعد كده في مشاريع تانيه. ال 3 دي موديلنج دايما بيسهل عليك كتير جدا ان انت تفهم وتحدد وتحصر كميات الماتيريال اللي مطلوبه عندك، وانواعها والسبيسيفيكيشن بتاعتها، وايه المشاكل اللي ممكن تعود عليك او تنتج من التغير في الماتيريال او التغير في المواصفات العامه للمشروع، وبرضه هنشوف التفاصيل دي ان شاء الله. ليه اخترنا اوتوكاد بلاند 3 دي تحديدا؟ في على فكره البرامج اللي بتشتغل في البلاند سيميوليشن برامج كتير جدا، يعني مثلا شركه بنتلي منزله برنامج اسمه بي دي اس، شركه افيفا منزله برنامج اسمه بي دي ام اس، وفي الاخر نزلوا اصدار جديد منه اسمه ايفريثينج 3 دي، اللي هو بيحاكي او بدا ينافس اوتو ديسك بلاند 3 دي. في شركه سوليد وركس نفسها عملت سوليد بلاند وشغال برضه.
وفي شركات تانية كتير جدا بتنافس المجال، سيمنز برضو بتنافس المجال. ليه احنا اخترنا برنامج اوتوكاد بلاند 3 دي تحديدا ان احنا نبدا نتكلم عليه ونبدا نشتغل؟ عايز اقول لحضرتك انه من اسهل البرامج في التعامل معها هو اوتوكاد بلاند 3 دي عن تجربه. يعني مثلا انا جربت بي دي ام اس، جربت بي دي اس، البرامج معقده جدا، وان انت تخش في البنيه بتاعتها او ان انت تعرض تطوع البرنامج انه يعمل ماتشنج مع مواصفات المشروع اللي انت شغال عليه، لا الموضوع صعب، صعب جدا، وبيحتاج منك مجهود، والفيدباك اللي انت بتاخده لازم تكون شارك البرنامج عشان تقدر حتى تجيب هيلب من الشركه. لكن اوتو ديسك انت عارف يعني الحمد لله برامجهم كلهم اصلا بيديك فري اديشن، ولو انت قلت له ان انا طالب بتعلم او اي حد بيفتح لك لايسنس سنتين، والهيلب بتاعها اونلاين موجود كتير جدا، وبيتوفر لك هيلب اوفلاين كمان، يعني انت ممكن تعمل له داونلود وتشتغل عليه، والهيلب بيغطي لك كل حاجه، فاي حاجه تخطر على بالك او ما تخطرش هتلاقي ليها باك اب على النت وهتقدر توصل لها. الحاجه الثانيه انه في قاعده بيانات ضخمه جدا، يعني مثلا احنا بنشتغل على استاندرات كتيره جدا، نشتغل على مواصفات دايفنج مختلفه، نشتغل مع فيزلات مختلفه، مبادرات حراريه، تنكات، طاقات، انواع طرمبات لوحدها حدود. قاعده بيانات ضخمه جدا، كل اللي مطلوب منك ان حضرتك تتعامل فيها وتخش تعمل تفاصيل فيها هي سهل. الحاجه هو سهوله التعديل في اوتوكاد بلاند 3، يعني مثلا عايز اقول لحضرتك انه خط زي ده في بي ام اس عشان ارسمه ممكن ياخد معايا مثلا 4 ساعات او 5 ساعات. ليه؟ لان انا لازم احدد الراس في الاول اللي هو بيسميها التيل والديل، وابدا من الخط اقول له والله احط الوصله البايب، وطول البايب دي كام، فاقول له مثلا ايه طولها 2 متر و70، وبعدين احط تي دي، هيبقى عندنا برانشين فلازم برضه احدد له برانشين. فانا لو بقول لحضرتك مثلا عندنا خط زي ده، الخط ده 16 بوصه وفي شويه التفاصيل دي، انا عايز اعمله في برنامج زي بي دي ام اس اللي هو شركه افيدا، ممكن ياخد مع حضرتك مثلا من 3 ل 5 ساعات. ليه؟ لان حضرتك لازم توصف كل جزء من الاجزاء دي، يعني قطعه بايب، مواصفات البايب هي كربون ستيل، والسبيكس بتاعتها تدخلها له، وبعدين تقول له الطول بتاعها من النقطه دي للنقطه دي قد ايه، وبعدين تروح على اللي بعده تقول له والله انا هضيف جنبها تي ايكوال تي 16 بوصه والمواصفات بتاعته قد ايه، وبعدين وهكذا. الكلام ده مش موجود خالص في اوتوكاد، يعني مثلا عايز ارسم الخط ده، كل اللي عمله اقول له روت بايب، هذا الخط ماشي كده كده، رسمت مش هحط اي ابعاد، وبعدين اجي هنا ده طوله كام؟ هعمل الديناميك انبوت بتاعي واحدد هو مثلا ايه، اول ما جابه لي جاب له 9 متر، انا عايز اقصره اقول له مثلا اقصره نص متر، حركته. هاجي على البلس ده واخد منه كونكشن. هعلم حضرتك التفاصيل دي كلها في وقتها، لكن انا عايز بس اوريك بساطه الموضوع. هو راح تلقائي من نفسه حط ايكوال تي، وبعدين خد مني البرانش. عايز احط بلف في اي مكان من الاماكن، هجيب مثلا جيت فولف هنا واروح احطه، بمجرد ما اختار المكان احطه ماشي، بمجرد ما اختار المكان، بمجرد ما اختار المكان هحطه، هيعمل لي هو اوتوماتيك بيحط فلانج يمين وبيحط فلانج شمال وبيحدد المسار بتاعه. طب انا عايز اعكس الاتجاه بتاعه، تعال نجيب مثلا بلف مختلف شويه، تعال نقول بول فالف مثلا، هاجي بس على المكان ده اختار البول فالف، بمجرد ما احط البول فالف هو حط فلانج يمين وفلانج شمال، وبيحسب في الام دي او بتاعته الجاسكتس، وبيحسب المسامير المطلوبه كلها، وهعمل اورينت للهاندل بتاعته. انا كده حطيت البلف، ولو عايز احط بلف تاني بيفضل الامر شغال معايا، وخلاص انا مكان البلف ده مش عاجبني فحركه كده قدام شويه او ورا شويه، لا والله مش مكانه في الخط ده خالص، فانا هاجي عليه واخد من اي بوينت فيه كده واسحبه على الخط الثاني، يبقى انا نقلته في مكانه، وحذف هو اي زيادات عملها هنا، وراح هنا حط لي جاسكت يمين وجاسكت شمال، وحط البلف بالاورينتيشن بتاعه. طب والله الهاند اللي فوق انا عايز الفها، فتلاقي في دايره كده تضغط عليها وتلف يمين تلف 90 درجه، فبقيت الهاند لو حضرتك شايفها بقيت في الجنب. فالديناميكيه بتاعت اوتو ديسك او اوتو كاد بلاند 3 دي بتسهل عليك موضوع السيميوليشن بطريقه كبيره جدا، وما بتحملش هم اي تعديل، يعني فعلا فعلا التعديلات في بي دي ام اس كابوس، اكنك بتبدا المشروع من اول وجديد. هنا التعديلات سهله جدا وبسيطه جدا. الحاجه الثانيه ان انت عندك انتجريشن كامل للبرنامج مع كل برامج اوتوديسك، وحضرتك عارف ان شركه اوتوديسك مستحوذه على كل حاجه، يعني انا عملت شويه ستراكشر ستيل عايز اصدرهم، بعمل ادفانس ستيل اهوت، عارف حضرتك برنامج ادفانس ستيل بتاع الاستراكشر ستيل ديتيلنج، بقوم مصدره لملف اكس ام ال وافتحه بادفانس ستيل، اعمل لي كل الشغل. الفيزلات لو عملت اي فيزل باي برامج من برامج اوتو ديسك تقدر تصدرها هنا. بيدعم كل برامج البني، يعني ممكن اعمل اكسبورت لاي حاجه جايه من سوليد وركس، لاي حاجه، معظم برامج بنتلي عندي خصائص في البرنامج ان انا اقدر اسحب منه
او اجيب منه. وهوري لحضرتك كمان شويه ان شاء الله لما نخش في الكورس ازاي بنصمم فيزل ببرنامج بتاع بنتلي وبندخلها على صوره دوركس عشان نحفظ الابعاد بتاعتها، وبنرجع ندخلها في اوتوديسك ونعرفها على انها فيزل ويقبل ان هي فيزل ويبدا يشتغل عليها ونعمل عليها كل الشغل بتاعها. فالبرنامج عملي جدا معاك وهتلاقيه سهل جدا جدا فوق ما تتخيل. قاعدة البيانات بتاعته كبيرة جدا فيها تفاصيل كتير جدا ان شاء الله هنشتغل عليها. هتلاقي عندك مثلا ايه البايب سبيكس، لو جينا على البايب سبيكس بتاعتك هتلاقي فيه قاعدة بيانات اصلا هو مديها لك فيها بايب سبيكس كتير جدا، وفي كتالوجات هنخش فيها ان شاء الله ونتعلم ازاي نعمل بايب سبيكس. بايب سبيكس زي دي لو جيت حضرتك عليها هنا فتحت اي بايب سبيكس هتلاقي مثلا انه الكربون ستيل 300 ده البايب من نص بوصه ل 24 بوصه هو حاطط لها المواصفات دي اللي هو فلانجد بلايند الكلاس بتاعها 300 ال بي وهي ريزد فيز وازم بي 16 وهنتعرض للكلام ده كله. الشاهم من القصه انه في عندك قاعده بيانات كبيره جدا وضخمه جدا في البرنامج تقدر تعتمد عليها بدون ما تعمل اي حاجه. الحاجه الثانيه ان عندك كتالوجات للاستاندرات كتيره جدا، خلونا نبص عليها بصه. يعني عندك هنا لو دخلت في السي في اوتوكاد 2022 عندك الاي ام اي ستاندر كامل الباك بتاعته كلها هيجيب لك كل البلوف وكل المواسير بتاعتك سواء داكتايل ايرون بايبس او البلاستيك بايبس الستيل بايبس الفالفز لو هي امبريال كتالوج و كل التفاصيل دي ان شاء الله هنتعرض لها. لكن هو جايب لك كتالوجات كتير جدا وبيجي يعمل هو سبيكس تقدر تشتغل بها مباشر في البرنامج من نفس الكتالوج اللي هو عامله. فاحنا هنا بنتكلم على ايه؟ على الاي ام اي ستاندر. لا والله هنا الازم ستاندر اللي احنا معظمنا بنشتغل عليه، الازم ستاندر بتفاصيله كلها وبرده نفس القصه عامل لك شويه سبيكس تقدر كل البايبات اللي تبع الازمي البايبات والفيتنج عامل لها كتالوج لوحدها وهنتعرض ليها ونفهم يعني ايه، والفالفات عامل لها كتالوج لوحدها. دي قاعده بيانات الاي دبليو دبليو اي السي بي اي في حاجات كتير جدا دي ستاندر كامل. فقاعده البيانات بتاعه البرنامج ضخمه جدا وتقدر تعتمد عليها وببساطه جدا جدا تقدر تعدل وتطوع البرنامج ان هو يعمل ماتش مع مواصفات اي مشروع انت شغال فيه. وفي حاجه قلت لحضراتكم ازاي ادي انه الموضوع سيمبل جدا انه اعدل في اي حاجه او اعمل موديفيكيشن، في حين انه في البرامج الثانيه ان انت تحذف الخط كله من الاول لاخر او تعمل كل لابس الملف اللي انت عملته كلها وتبدا من اول جديد اسهل لك بكثير جدا. الحاجه الاخيره انه قاعده البيانات كلها اديتابل، يعني حضرتك ممكن تفتح اي حاجه في المواصفات بتاعت قاعده البيانات في السبيك اديتور حاجه عندنا زي دي مثلا ونقول له اديت سبيك. في برنامج اصلا اسمه سبيك اديتور امبيدد في البرنامج نفسه. فبيمكنك ان انت تعمل الستاندر اللي انت عايزه او تعمل كل المواصفات اللي حضرتك عايزها. الحاجه الاجمل من كده كمان ان انت ممكن تخش على الكتالوج اديتور وتاخدهم بند بند وتعدل فيه، يعني مثلا النومينال دايمتر هنا عايش بالمليمتر ولا لا، وتبدا تحط له المواصفات بتاعته والستاندر وطريقه الكونكشن بتاعته. يعني انا حتى لو عايز ابتدع ستاندر جديد اشتغل بيه ويعمل له سيميوليشن هيعمل له سيميوليشن، مفيش اي مشكله. انا مثلا رحت عملت كاستم باردس صنعتها في مصنع معين وعايز اعمل لها سيميوليشن في البرنامج بتاعي، الامور سهله جدا وبسيطه. فالبرنامج بيدعم لك الخصائص دي كلها. طيب احنا هنتعلم ايه عموما في الكورس ده؟ هو اولا احنا عايزين نتعلم البرنامج، فالبرنامج هيورطنا ان احنا هنخش في تفاصيل حاجات كتير جدا. يعني لما اجي اقول لحضرتك مثلا ان احنا نعمل النهارده سيميوليشن لاستراكشر ستيل لازم نبقى عارفين يعني ايه استراكشر ستيل، ولازم نبقى عارفين مواصفات الاستراكشر ستيل ازاي، ولازم نبقى عارفين انواعه والمواصفات اللي احنا بنشتغل بيها وازاي اعمل له موديل في البرنامج. فانا لما اجي مثلا على استراكشر ستيل واجي مثلا على ممبر سيتنجز دي هنا عندي ستاندرد بيشتغل عليها اللي هو الدين ستاندر والاسف ستاندر والسي اي اس سي ستاندر اللي هو النظام الامريكي والكندي والدويتش اللي هو ده الالماني. هو بقى اللي احنا بنشتغل بيه هشرح لحضرتك ده في وقتها. طيب يعني ايه اتش اي بي يعني ايه اتش ام الكلام ده برضه هنتعرض له واحده بواحده، وهنتكلم عن الاستراكشر ستيل كلاسيفيكيشن ونعرف انواع الاستراكشر ستيل وطريقه الموديلنج بتاعها في البرنامج. يعني نعرف الاول ايه البند اللي احنا هنتعرض له او ان احنا نشتغل عليه، وبعدين بعد ما نفهم يعني ايه استراكشر ستيل وتوصيفه وبنشتريه حتى من السوق ازاي هنخش نعمل له موديوليشن في البرنامج. طيب الحاجه اللي بعد كده هنخش عليها هنخش على الايكويبمنت. عندنا الايكويبمنت فيها قاعده بيانات كبيره جدا، يعني لما نخش مثلا على اد نيو اكويبمنت او كريت نيو اكويبمنت هتلاقي البرنامج مثلا عندنا حاجه اسمها البلاورز وانواع البلاورز، عندك السنترفيوج الهورزنتال سنترفيوج، السنترفيوج ده عندك الكولومز،
عندك مثلا حاجه زي الكونفيرز، حاجه زي السيلونز، حاجه زي الدريرز، حاجه زي الفلاتر، حاجه زي الافران الفيرنس، حاجه زي الهيترز، المبادلات الحراريه بجميع انواعها سواء بليت بليت او شنند تيوب هيت تشينجر او ريبويلر والكلام ده كله. عندك مثلا الميكسنج اكيوبمنت، عندك الترومبات، عندك التنكات، عندك الفيزلات، في قاعده بيانات كبيره جدا. فان شاء الله بقدر الامكان هنغطي جزء من الاكيوبمنت دي، ما نقدرش نشرحها كلها لكن هنغطي جزء من الاكيوبمنت دي والابلكيشن بتاعها، وبعدين لما نخش يبقى حضرتك متخيل احنا هنشتغل عليها ازاي. فاحنا قلنا ان الاكيوبمنت عندنا 3 ستراكشر، عندنا الاكيوبمنت سواء البامبز والفيزلز والمبادلات الحراريه، هي دي اكتر حاجه عندنا. والحاجه الاهم من كده ان انت لو عندك كاستم اكيوبمنت، يعني انا مثلا عندي اكيوبمنت محدد مثلا انا مصنعه بره مش قادر ارسمه في برنامج اوتوكاد ودي صعب، بس هنفترض جدا انا مش قادر ارسمه في اوتوكاد عادي، ممكن ارسمه مثلا في برنامج مثلا زي سوليد وركس او المنافسين له كلهم، تقدر تستخدم البرنامج سوليد وركس ترسم عليه الفيزل وتسحب الفيزل تدخلها عندك وتبدا تعرفها كاكيوبمنت في الجهاز، وهنشتغل عليها ووريكم ازاي بنعمل. الحاجه الثانيه انه هنبدا نشتغل شغل البايبنج. فالبايبنج هنخش في تفاصيل كتير جدا، اولا لازم نعرف يعني ايه بايب وطريقه تصنيعها، بايب سينلس ولا بايب ولدد ولا هيلي سوب بايب ولا وات ايفر البايب بتاعتك، لازم تبقى حضرتك عارف يعني ايه الكلمه اللي احنا قلناها دي. لما اجي اقول لحضرتك مثلا ان البايب دي متصنعه على حسب الازمه مثلا بيسك وات ايفر الازمه اللي انت شغال عليه، لما اقول لحضرتك ان هي متصنعه على الازمي اي ازمه انت شغال عليه، فلازم حضرتك تبقى فاهم يعني ايه الازمه ومواصفاته ايه وبنطبقه ازاي. لما تلاقي في اخر السبيسيفيكيشن بتاعته مثلا معمول اي اس ام 105 جريب بي على سبيل المثال، لازم تبقى حضرتك فاهم يعني ايه اي اس ام. فهناخد يعني ايه بايبات، يعني ايه ازمي، يعني ايه اس ام، ده اللي يخصنا في موضوع البايبات. وهنغطي طبعا الازمه والاستم في كل الحاجات بتاعتنا اللي هنشتغل فيها. طيب لما اجي اقول لحضرتك يعني ايه فلانجات والكلاسيفيكيشن بتاعها، ونيجي نتكلم على ريز فيس بايب ولا فلات فيس، لا والله ولد ناك ولا سوكت ولدت، يعني عندنا تفاصيل كتير جدا في الفلانجات، فلازم نتعرض لبعض تفاصيل الفلانجات. وهنستخدم برضه برنامج هبقى مدي لحضراتكم في وقتها وهنتكلم عليه. طيب لما اجي نتعرض على البلوف وانواع البلوف والتطبيقات بتاعتها، لازم برضه نبقى عارفين كل انواع البايب فيتنجز بالابلكيشن بتاعته، وان شاء الله هنتناولها بتفاصيل كتير جدا وهنغطيها كلها ان شاء الله في الكورس بتاعنا. طيب احنا قلنا ايه جنرال نوتس ابوت بايبس اند فيتنج، والازم والاستيم ستاندر هنتكلم عليه ان شاء الله، والفلانجز والبامبز كلاسيفيكيشن ده برضه اتكلمنا عليهم، والبامبز ان شاء الله هنفرد لها حلقه هنتكلم عليها. بعد كده هنتعلم في البرنامج ازاي اعمل جنريتنج اكيوبمنت لاي اوت، اول حاجه في التصميم بتاعنا اول مخطط بيطلع هو الاكيوبمنت لاي اوت بتاعك اللي انت بتحدد فيه اماكن الاكيوبمنت. المهندس المدني بيبدا يشتغل على الفونديشن ويشتغل على التصميم بتاعته المبدئيه، وبتبدا تاخد الاعتمادات الاوليه ان انت تشتغل عليه. فاول حاجه هو تثبيت اماكن الفيزلات او الاكيوبمنت. فهنتعلم ازاي اول حاجه نحط الاكيوبمنت بتاعتها ونفكس اماكنها، وبعدين نعمل حاجه اسمها الاكيوبمنت لاي اوت، وازاي نعمل جنريت في اوتوكاد بلان 3. الحاجه اللي بعد كده وهو اكبر جزء في الكورس هو البايب روتنج، لان يعني هنخش فيه في تفاصيل كتير جدا. فهنبدا نعمل شغل البايبنج، وحضراتكم عارفين انواع البايبنج كتير جدا وواسعه، يعني من حيث الماتيريال، من حيث الكلاسيفيكيشن بتاعها، من حيث الستاندر اللي احنا شغالين عليه سواء دين ستاندر او ازم ستاندر او ايفر. فهنخش في البايب روتنج شويه وهنتكلم فيه. الحاجه الثانيه هنخش في الكاستم فيتنج، يعني عندك ترينر انت بتصنعه بلدي فعايز تعمل له سيميوليشن وتاخد الابعاد بتاعته، عايز تحط بايب سبورت في اوتوكاد بلاند 3 دي تعمل لها سيميوليشن ازاي والبرنامج يقراها لانها بايب سبورت. عند حضرتك مثلا الخطوه اللي بعد كده بعد ما نعمل شغل البايبنج بتاعك كلها وعملت شغل الاكيوبمنت، هنبدا نشتغل على البايبنج لاي اوت جنريشن، ان احنا نبدا نطلع بايبنج لاي اوت او جنرال ارنجمنت دروينج بتاعت البايبنج. بنطلعها ازاي وايه المواصفات اللي اقدر احطها عليها وازاي البرنامج هيدعمني في الكلام ده، ان شاء الله هنفرد الكلام ده حلقات وهنتكلم عليه بتفصيله. وبعد كده هناخد الايزومتريك اكستراكشن في اوتوكاد. الايزومتريك هنمر بيه بمرحلتين. الايزومتريك الاول حاجه اللي احنا هنشتغل عليه عادي خالص، يعني مثلا عندي خط زي اللي احنا رسمناه من شويه ده، انا عايز مثلا اعمل له ايزومتريك، فهمشي على قاعده البيانات الاساسيه بتاعت البرنامج، هاخد مثلا الخط ده على سبيل المثال وهقول الايزومتريك بتاعه، خلينا نعمل كويك ايزومتريك. فده الايزومتريك العادي، المواصفات بتاعت الكتالوجات بتاعت البرنامج دي، المرحله الاولانيه اللي احنا هنغطيها، انه الايزومتريك عادي خالص
قاعده البيانات بتاعت البرنامج هي هي، وانا بعمل ايزومتريك وبطلع ايزومتريك، ده الديفولت بتاع البرنامج اصلا. هو بيعمل لي بيل اوف ماتيريال هنا وحاطط فيها كل المواصفات بتاعته، وحاطط لي ده شكل الايزومتريك على فكره في الاكستراكشن العادي، حاطط لي كل التفاصيل بتاعك، ده البلف بتفاصيله، البلف الثاني بتفاصيله برضو، ده التي رقم 3 هنا، اخش على الجدول اشوف رقم 3 هيقول لي ان هو ايكوال تي بات ويلد عزمي بي 16.9، والاستيم ستاندرد بتاعه اللي هو الماتيريال جريد بتاعه، وان هو سيملس، وان هو سكيدجول 40. برضو الكلام ده اللي هنتناوله في البايبنج ان شاء الله، هشرح لحضرتك يعني ايه كل كلمه من الكلام ده وازاي بنغطيها. البرنامج هنا زي ما قلت لحضراتكم انه بيعمل اكستراكشن ايزومتريك ده اوتوماتيك. طيب انا عايز اعمل كاستمايز للايزومتريك ده على حسب المشروع بتاعي. اولا مواصفات الماتيريال دي كلها انا عايز اغيرها، فانا هعمل باي سبيك خاصه بيا. الحاجه الثانيه انا مش معجب بالفورمات دي، فانا عندي فورمات مثلا ستاندر في المشروع لازم امشي عليه. الحاجه الثالثه عايز البروسيس باراميترز دي كلها، فانا احطها ازاي؟ ان شاء الله هنغطي الكلام ده كله في مرحله وتعتبر ادفانسد شويه في السيميوليشن بتاعت الايزومتريكس في البرنامج. قلنا هنعمل الباي سبيك خاصه بينا، يعني لو عندك مشروع او بتنفذه او بلاند انت شغال فيه، فعندك اكزيستنج لاين وانت بتعمله موديولينج، او عندك خط له مواصفات معينه ومش متغطيه في السبيكس بتاعت البرنامج، فاحنا هنتعلم ازاي نعمل سبيك من الزيرو، يعني هنبدا من الزيرو ان شاء الله نعملها زي. وفي عندنا حاجه اسمها الداتا مانجر ريبورتس. الداتا مانجر حاجه خاصيه في البرنامج نفسه بتخليني اتحكم في البرنامج اللي هو الداتا مانجر ده في كل حاجه في المشروع. ده في كل حاجه في المشروع، عندك من اول الفاستنر لغايه البلوف والكيوبنتس كل حاجه بتبقى موجوده، يعني احنا لو ضفنا الكيوبنتس والكلام ده هتلاقي كل الداتا دي، وكل حاجه ليها المواصفات بتاعتها، ليها اللي هو الديسكربشن بتاعها، ليها المانفكشرر، ليها الماتيريال، ليها الماتيريال كود، ليها السايزات بتاعتها، وكل حاجه على حسب مواصفاتها. يعني في تفاصيل كبير جدا، هنتعلم ازاي نتعامل مع الداتا مانجر ده، نسحب منه ونطلع منه اكسل شيت، وممكن نعدل فيه ونرجعه تاني للبرنامج لو عايز اعدل المواصفات خطوط بعد ما عملتها. فانا بقول لحضرتك ان الموديفيكيشن سهله جدا في البرنامج، فانا بسحب الداتا مانجر ده طلع بره وابدا اعدل فيه كاكسل شيت عادي خالص، وخلي البرنامج يسحبه تاني، والبرنامج اوتوماتيك بيعرف الموديفيكيشن اللي انت عملتها وبيعلم لك ان انت عايز تعمل لها ايديت ولا لا. ان شاء الله هنغطي الكلام ده كله. فده هنعتبرها المرحله قبل الاخيره في المشروع. واخر حاجه ان شاء الله نغطيها في الكورس اللي هو انه الريبورتس. الريبورتس ازاي اطلع ريبورت من الـ من الـ من اوتوكاد، اي منطقه انا عايز اجي عليها واعمل لها ام تي او او بيل اوف ماتيريال للمنطقه دي، للمنطقه دي، للفيزلات، وات ايفر، هنغطيها للستيل ستراكشر، عايز اعرف وزنه قد ايه او تقديري له. هنغطي الكلام ده ان شاء الله كلاته. واخر حاجه هنتعلم ازاي نصدر الموديل اللي احنا عملناه لنافيز وورك ونديه لاي حد يشغله على الفيور بتاعه المجاني. دي نماذج من البلاندز احنا كنا شغالين عليها، يعني ده مشروع كنا بنعمله في الكويت، ده معمول ببرنامج بي دي ام اس. فده بلاند كان فيه حوالي مليون بوصه في ابلكيشن، كم ثمن المشروع ده كان 254 مليون دينار، يعني اضرب في حضرتك 55 يعني رقم مهول يعني. فانا هوريك حضرتك سيميوليشن بسيط جدا، ده اللي احنا بنعمله في اوتوكاد لاب 3 دي برضه، نعمل سيميوليشن بالمنظر ده كله. تبقى عندك مثلا هذا التنكات او البايبنج اللي عليها، هذا تفاصيل الاستراكشر ستيل، في عندك الخطوط الاندر جراوند، تقدر تيجي تعمل هنا هايد وتشوف خطوط الاندر جراوند، هذا الاحمر ده اللي هو خطوط الفاير ووتر، الدكت بانكس بتاعت الانسترومنتيشن او بتاعت الميكانيك الموجوده، الفاونديشن بتفاصيلها كلها موجوده. فانت هنا ايه الاخ بتاع الانسترومنتيشن احنا حطينا له الدكت بانك، فما ينفعش الراجل بتاع السيفل كمان شويه يجي يحط لي قاعده هنا، الراجل هنا مفيش الكلام ده، خلاص انا عامل موديلنج للموضوع عشان كده، عشان اضمن الكلاشز اللي ما بيني وبين الاقسام الثانيه. هذا الفاونديشن هنا لوحدها، وده الدكت بانك بتاع الاخ بتاع الكهرباء ماشيه مالهاش دخل باي حاجه. عندك تفاصيل اي ماتيريال انت تقدر تعملها، هذا الخط ده هيفي شادول، فكانت الفرنجات بتاعته كلها محمله، فبرضه عملنا له موديليشن. الخط ده بتاعه جي ار بي او ار تي ار بي اللي احنا بنسميه الفايبر جلاس، وده الموديوليشن بتاعته كلها بالبلوف بتاعته بكل التفاصيل، وده الاكسسبيلتي بتاعت البلوف، يعني هذا عامل هنا بلاتفورم ده مخفف صغير كده انه العامل هيطلع هنا ويقف يشوف البلوف هنا. ان شاء الله هوريكم حاجه ادفانس بعد ده، لانه ده كان اصدار 2012. هوريكم مشروع ثاني احنا عملناه بوتوكاد بلانك 3 دي، وهنوصل ان شاء الله للمرحله ان احنا في اخر الكورس تبقى حضرتك قادر تعمل شغل بالمنظر ده. عندك حضرتك مثلا في اكيوبمنتس كتير جدا،
في هنا كم البايبنج اللي انت شايفه كلها، وفي كم الاستراكشر ستيل اللي حضرتك شايفه، وبنقدر السكلاشز بتاعتنا كلها وبنغطيها. ممكن تعمل اي نوع من انواع السبورتات اللي انت عايزه، سواء سبورت موجود في البرنامج او كاستم سبورت، وتعرف البرنامج على انه سبورت. دي قصص سهله جدا. ده مثلا ايه بي سي بي، انا بعمله كاستم اكيوبمنت او كاستم فيتنج. ده بريشر سيفتي فال او بريشر ريليس فال، ده مثلا حاجات زي كده. عند حضرتك الفيزلنج موديليشن، تعالى بس نعمل اختيار للبلانت. هذا البلانت كلها، هذا الشلاتر كلها متغطيه اهي، وهذا الكيرب بتاعها، حتى احنا عاملين له موديلنج. تعالى نخفي البيلدنج كلها عشان نشوف الدنيا. ده البيلدنج، ده البامب هاوس. فعندنا دي الترمبات باحكامها بكل تفاصيلها. دي الترمبه دي مش شرط تكون عندك موجوده في البرنامج، انا ممكن اروح، مش شرط تكون عندك في البرنامج، انا ممكن بمنتهى البساطه اروح ارسمها في اي برنامج واسحبها واتعرف عليها. اعرف عليها ان ده هي جزء من البامب، وده هي الريسيفورز بتاعت الزيت اللي هي بتاعت التبريد، وده الدنيا كلها ايه اللي هو التبريد بتاع الميكانيكال سيل، وارسم كل البايبنج ده واطلع له ايزومتريك كلها. بيبقى له ايزومتريك بحاجه محترمه جدا يعني، وهوريكم جوده الايزومتريكس وازاي تقدر تحط عليها تفاصيل للدرجه اللي انت تتخيلها. دي مثلا ترومبه، ده كان البريشر بيطلع منها حوالي حاجه و80 بار، فكانت خطوط كلها هي في بريشر يعني. الترومبه دي لوحدها كانت حوالي 2 ميجا. المهم الشاهد من الحوار يعني انه عندك عامل سيميوليشن لكل حاجه، فلو في كلاشز بينك وبين اي حد بتقدر تشوفها بسرعه. يعني عايز اقول لحضرتك مثلا الفاونديشن دي، احنا رحنا قعدنا مع المهندسين المدني عشان نعمل تريمنج للقاعده ويعدلوا التصميم بتاعها عشان الاحمال بتاعتها ما ترميش على خط الجي ار بي او الار تي ار بي الارض الاندر جراوند، لان الخط ده ما بيشيلش احمال، ده فايبر جلاس ما بيستحملش اي اوزان عليه، لو حديد ما كناش عبرناه، لكن فايبر جلاس والقاعده دي الاحمال لهم. لا، فالجماعه بتوع السيفل قعدوا وعملوا التصميم بتاعها وعدلوها بالمواصفات اللي تغطي المشاكل، وغيروا الاليفيشن بتاع الخط، ان الخط نزل اعمق بحيث ان الصويل تعمل ابزورب للودز اللي واصله عليه. الشاهد اللي انا عايز اقوله لحضرتك انه طالما عملت سيفل سيميوليشن تقدر تبص على كل المشاكل المتوقعه وتبدا تحط حلول، والحلول جوهريه جدا وعمليه جدا، وتقدر تحل كل المشاكل. الحاجه الثانيه، الجماعه بتوع الكهرباء دايما انت عارف عندهم شويه كابل تريز وبيظهروا في الوقت بدل الضايع، واحيانا بيبقوا سابقينك، فتلاقي مثلا المكان بايب بتاعك هو عامل عليه كيبل تري. فلا احنا بنعمله سيميليشن اهو، لو حضرتك بصيت في الاناره بتاعتك كلها اهي، مش عارف حضرتك شايف الفانوس ولا لا، يعني هو معلق في الهواء لان انا خفيت الشلتر. تعالى نظهر الشلتر تاني. او هو دول، ده الاستراكشر بتاع السقف. فتيجي حضرتك بص هتلاقي عندك اعمده الاناره، الفوانيس بتاعت الاناره، عشان لو هتعمل كلاشز مع الاوفر هيد كرين اللي موجود عند حضرتك، فانت بتعمل سيميوليشن لكل اللي تتخيله ما تتخيلوش. الكيبل تريس بتاعتك كلها بنعملها سيميوليشن، اي شغل سواء انسترومنتيشن سواء كهرباء، اناره الطرق اهي كلها بالعمدان بتاعتها، الاندر جراوند كلها اهو، خطوط الاندر جراوند بتاعتك اللي هي برضه كانت ار تي ار بي، لا والله ده بي بي ام بي كان حديد. هي هنا حديد اهي كربون ستيل فلانجت. وده اناره الطريق، وده الداكت بنكس بتاعتك اهي. لو اخترت اي حاجه منهم وبصيت على البروبرتيز هيقول لك هي دي بالظبط. يعني انا هنا مثلا تعالى بص هنا، شوف ده انسترومنت رود، الخط كلياته ده انسترومنت رود، يبقى اللي جنبه ده لو جينا اخترناه للاخر هتلاقيه مثلا ايه باور رود، فده باور رود وده انسترومنت رود. وطبعا انا مش متخصص في المجال، بس هو يعني بيبقى عندهم ايه كليرانسز لازم ما بين الباور لاينز والالكترونيك لاينز، عشان الكهرباء دايما بتبقى 11 كي في اي اللي هو 11000 فولت، فبتاثر دايما على الانسترومنتيشن، فلها بروتكشن بطريقه معينه يعني لازم بيعملوه ولازم ياخدوا بالهم في حسن. المهم الشاهد من القصه ان حضرتك بتقدر تعمل سيميوليشن لكل حاجه، فالدبل وورك بيبقى شبه مستحيل في المشروع ده، وما بيحصلش غير لاسباب قليله جدا. تعالوا هنا مثلا ده فيزل شيلتر اهو، عندنا مجموعه من الفيزلز. عشان حضرتك تتخيل لو انا طلعت لك 2 دي دروينج المنطقه زي دي انت يستحيل تفهمها. ليه؟ لانه انا لو جيت مثلا على الفيزل دي وقلت له التوب فيو، وهخش زوم شويه لغايه ما يشيل الشلتر، شوف انا ال 2 دي فيو هيبقى مع حضرتك بالمنظر ده بالظبط. ثواني هيظهر مع حضرتك اهو بالظبط، شايف 2 دي فيو؟ انا كده عامله اصلا ريسبكتيف كمان، يعني انت قادر تشوف شويه البايبنج اللي فوق بعضها دي، لكن انت في ال2 دي فيو انت مستحيل تعرف ده فين وده رايح فين وجاي منين،
وتفاصيله ايه، ولو فهمته يبقى انت عبقري، لانه مش الطبيعي ان المهندسين يفهموا الكلام ده، الكومبليكيشن ده كله. فالمهم شايف ان ده في بيئه 3 دي؟ اه لا والله انا قادر اشوف كويس جدا، قادر اشوف الاكسسبيلتي بتاعتي، اقدر اوصل للبلف ده ازاي، اقدر اوصل للبلف ده ازاي اثناء الاوبريشن، اقدر افتح البلف ده ازاي، عامل مانك لاترز وكل البلوف بحيث ان انا اضمن الاكسسبيلتي بتاع كل حاجه، المينتينابيلتي لو عايز اشيل الفيزل دي اشيلها ازاي، طيب عشان اعمل اي اعمال مينتنانس لازم اوصل اي لكل مكان. فمثلا لو والله المنطقه بتاعت المنطقه دي ما اقدرش احط فيها اي بلوف، ليه؟ ما لهاش اي مكان اوصل فيه، فانا لازم اعمل المكان البلوف فين؟ البلوف تبقى تحت عشان اقدر اوصل لها. طيب ليه عامل بلاتفورم جنب البلف؟ والبلف نزل الخط اول ما مشيت ورا مسار الخط هتلاقيه منزله مخصوص عشان يبقى قصاد البلاتفورم، او البلوف كلها في منطقه واحده وماشي بلاتفورم جنبهم عشان يوفر استراكشر سي. الشاهد من القصه ان احنا بنتكلم هنا عن انه 3 دي موديلنج سواء ببرنامج اوتوكاد او من غيره من اهم الاشياء الاساسيه دلوقتي، وعاد غالبا من ديتر ريكويرمنت لكل المشاريع. لو معاك 3 دي موديل ما تقدرش تعمل اي كونستراكشن. انا شايف ان المجال ده واعد جدا، وان شاء الله جاي كتير جدا، وخصوصا في المنطقه العربيه، لانه احنا دايما كنا بنستورد التكنولوجيا دي، انه دايما ال 3 دي موديلنج ده. يعني مثلا المشروع بتاعنا شركه هولنديه عملت 3 دي موديل بارت، وشركه هي عملت 3 دي بارت. والله مش عايز اقول لكم ان المهندسين اكفاء، لا والله مستواهم اقل من اي مهندس عادي، بالعكس. عايز اقول لك ان انا سالت سؤال من مهندس انه لما نعمل الفريم ده كلها هننقله الموقع ازاي؟ مش انتوا بتعملوا فرشه بره بتنقلوا له الموقع ازاي؟ ما يعرفش انه الاستراكشر بتتعمل بارتس وبتتجمع في الموقع. فلا المهندسين اللي بيشتغلوا في مجال الديزاين وخصوصا اللي جاي لك من بره فكرهم تعبان جدا، تعبان ما تعلموش اساسيات الشغل، هو لقى نفسه بيلعب بالماوس بالكمبيوتر فافتكر نفسه بقى مهندس. فالشاهد من القصه انه المجال ده جاي واعد جدا في المنطقه العربيه، وحتى لو هيروحوا لشركات عربيه في الشركات العربيه هتيجي توظف من المهندسين الموجودين في المنطقه العربيه لانهم اكفى من غيرهم. انا بقول لكم والله بصراحه عن تجربه، وده ريكومنديشن بتاعي للمجال. ده كان مشروع معمول بالبي دي ام اس. طيب احنا مش هنشتغل بي دي ام اس، احنا هنشتغل اوتوكاد براند 3 دي. لا هوريكم اجمل اوتوكاد براند 3 دي، مشروع احنا كنا عاملينه في الكويت. ده شكل البلاند من فوق، ده تبيو، هوريك تفاصيل جميله جدا في المشروع. انت هنا عامل في بيئه اوتوكاد، هذا كل الكيبل تريس اسمها الكيبل اسمها الالكتريكال دارك فانكس كلها ماشيه من اماكن الهاي فولتج اللي هو رابط عليها في الاولد سب ستيشن، وبنى سب ستيشن جديده ورسمها بكل تفاصيلها. شايف حضرتك السب ستيشن بالكولينج مش عارف دي اسمها ايه، اللي هو وحدات التبريد والتكييف اللي على السطح بكل التفاصيل، بكل التفاصيل موجوده قدام حضرتك. احنا رسمين ده سب ستيشن حاجه بتاعت مدني، احنا على فكره رسمينها بس عشان المهندسين بتوع مدني بيحبوا ينقلوا الحاجات شويه، فبنحب نثبتهم. يعني هو هيجي عند اي نقطه هنا هيجي يرفع ابعاد او ياخد كوردينيشن هيقولوا لا لو سمحت التزم بالمكان اللي انت فيه. ده هاي سكيورتي فينس او السكيورتي فينس بتاعك، عاملين له برضه مديولينج سيميوليشن، والحاجات دي على فكره سهله جدا وهوريك بنعملها ببساطه جدا ازاي. ده برضه الالكتريكال داكت بانك، وجاي هنا عامل هو اكسس رود في المنطقه دي، فعامل هنا ده عادي خالص حفر عادي ونحط الكابلات ونردمه، لكن لما يجي هيعدي من فوق تراكس او هيبقى في فوق طريق بنعمل حاجه اسمها داكت بانك. فده برضه عاملين سيميوليشن للداكت بانك، فانا لو فتحت 3 دي موديل كمهندس كهرباء وبسطت عليه 5 دقايق اقدر احصل عدد الداكت بانكس اللي عندي واطولها واقدر ابدا اشتغل عليها. ده منطقه الهيدر اريا، وكان عندنا هيدرات، ده اكزيستنج فيو لاينز اللي هي النفط اللي بيطلع من الابار، النفط وهو طالع من الابار. حاضر مهندس كمان. ده النفط اللي بيطلع من الابار بيمشي في الخطوط دي كلها، فالخطوط دي كلها بتروح تجمع في هيدر رئيسي. الهيدر الرئيسي ده كان 24 بوصه والضغط بتاعه 1322 يعني حوالي 107 او 108 او 100 بار مش عارف والله، اسمها على 15.4. الشاهد من القصه انه ده الهيدر الرئيسي، واحنا ده كان دورنا. ده كان دورنا ان احنا نعمل الهيدر ده وهنجمعه على بلند. فكره المشروع كلها كانت قايمه على ايه؟ عشان بس اوضح لحضرتك حاجات كتير عملناها. التكنولوجيا اللي شغالين بيها الفتره اللي فاتت كلها في استخراج النفط هو انه الزيت اخف من الميه. واحنا مثلا على مدار 40 سنه او 50 سنه بنسحب نفط من الابار من تحت، فبدا كميه الزيت او البترول اللي تحت تقل، وبالتالي بدا فكره استخراجه بقت صعبه جدا. ده احتاج كل شويه ندوق بير اعمق
الضغط بتاعها يقل وتضطر تحط لها دونكي بامب ومش عارف القصه دي كلها. فعملوا حاجه اسمها الووتر مانجمنت بروجكتس، وفكره الووتر مانجمنت كلها انه هيبدا يحقن ميه تحت الارض بضغوط عالي. لما يحقن ميه تحت الارض في البير بضغط عالي، الميه بطبيعتها كثافتها اعلى من كثافه الزيت، فهتنزل تحت وترفع لي الزيت فوق، مش كده وبس، وهي ضغطها عالي فهتبدا ترفع لي الميه الزيت في الابار اللي جايه كلها ببلاش. انا بضغطها فالضغط زاد تحت، فالخطوط كلها بتطلع من غير بقى ما اجيب على كل ترومبا، على كل ويل هيد اجيب له دونك بامب او اجيب له ترومبا وتسحب منه والقصص دي. طيب هجيب الميه دي منين؟ الميه دي هي نفس الميه اللي انا بطلعها مع الزيت. الزيت بيطلع من بطن الارض، هو زيت وميه ورمل وغاز طبيعي او غازات. فما اول مرحله في مرحله الفصل، بفصل اول حاجه مين؟ الشوائب اللي هو الرمل. الرمل ده اصلا بنفصله عن طريق، لا مش الرمل والله، اول حاجه بنفصلها الغاز. بنفصل الغاز وبعدين نخش نفصل الميه وناخد الميه دي تاني عن طريق مشاريع ضخمه جدا بنحقنها تحت الارض تاني، اللي هي ايه؟ تضخها تحت الارض بضغوط عاليه فتبدا تطلع لك النفط بتاع البحر. يبقى هي الدوره كلوز سيستم، انه الميه انا مش هجيبها لان الميه دي انا بحقن مش عايز اقول لك يعني ايه الاف الامتار المكعبه في الساعه، كميات مهوله. البلانت اللي انا وريته لكم من شويه ده دوره بيعمل كده، بيحقن الميه تحت الارض. طيب انا عشان اعمل الكلام ده عمل صدرت مشكله ثانيه، انه خلاص بقى الووتر كونتنت او محتوى الماء في الزيت اللي طالع اعلى. يعني مثلا احنا عندنا السناتر في حاجه اسمها جازرنج سنتر او مركز تجميع، مركز التجميع ده بيجمع الزيت اللي طالع من تحت الارض البترول. بيجمعه يفصل منه الثلاث حاجات اللي احنا قلنا عليهم دول، بيفصل منه الزيت مع الميه والغاز، يفصل الميه والغاز والرمل ويطلع لي بترول خام صافي اللي احنا بنصدره ده. طيب الميه دي هنرجعها فين؟ هنرجعها تحت. طيب بسبب ان احنا بدانا نرجع كميه ميه كتير جدا للابار تحت، فبقى ايه كميه الزيت مع الميه كبيره، وانا مصمم مركز التجميع ده انه يفصل لي مثلا سي 40% ميه والباقي زيت. فاقصى حاجه يقدر يستحملها انه يطلع 40% ميه، وبعد كده مش هيطلع، فهيبقى الزيت اللي طالع فيه نسبه ميه. هعمل ايه؟ هرجع ادور الزيت اللي طالع ده تاني ادخله على انه خام عشان السندر يفصله. فده بيعمل ايه؟ بدل ما كنت بطلع انا كنت بستخرج في اليوم ده او بطلع من السنتر ده النهارده 100 برميل على سبيل المثال او 100,000 برميل، بقيت بطلع 70,000 بس. فده ايه؟ مع الوقت القدره بتاعت مركز التجميع نفسه قلت. فبقت مشكله كبيره جدا انه مثلا الكويت كانت بتطلع 4.7 مليون برميل يوميا. الرقم ده المفروض يزيد، لا بدا يقل. ومش دي المشكله، المشكله ان احنا بدانا نشتغل على توسعات، ان احنا نبني مراكز تجميع اكبر، ودي تكلفتها بالمليارات، مليارات الدنانير، يعني مثلا بتاع خشينا بتاع 700 800 مليار جنيه. فارقام كبيره جدا وميزانيات دول. فبدانا نعمل مشروع تاني اللي هو مشاريع الووتر مانجمنت، اللي هو زي المشروع بتاعنا ده. انا هاخد النفط اللي طالع من تحت الارض ده هجمعه على هيدرات رئيسيه وهاخده على البلانت اللي عندي. البلانت اللي عندي ده هيخش على مرحلتين من الفصل، المرحله الاولانيه من الفصل في الفيزل الاولانيه ده بنسميها الفيزل الاولانيه ده بنسميها مكتوب عليها في 100، بنفصل فيها الغاز. فالغاز اول مرحله، اول ما الزيت يخش هنا يترمى في الفيزل دي، الفيزل دي طولها 21 متر مش حاجه صغيره، عندك المهندس واقف جنبها اهو فتخيل حجم الفيزل قد ايه. الفيزل دي هنرمي فيها الزيت، فالزيت لما بيترمى كده بيحصل حاجه اسمها فلاشنج، انه رميته وفي كسرات جوه فبيعمل فصل للجزيئات، انه صغر الجزيئات على قد ما اقدر، فاوتوماتيك الغاز بتاعها بما انه في ضغط بيطلع فوق على الوش والزيت بينزل تحت. الغاز اللي بيطلع فوق على الوش ده ببدا اخده هنا بالخط ده، هتلاقي في خط طالع من هنا من فوق، هو فين؟ باخد الخط دوت واخده على فيزل تنظيف. الفيزل ده بتاع الغاز اهو، الخط بتاع الاصفر ده، وراح على حاجه اسمها الجاز سكرابر. الجاز سكرابر دوره ده يفصل اي زيوت او ميه مشت مع الغاز ويطلعه نضيف 100% عشان ارميه على خطوط الغاز الطبيعي اللي عند المنشاه. يبقى احنا كده المرحله الاولانيه فصلنا الغاز، الباقي بقى من هيبقى ايه؟ هيبقى زيت وميه. طب اخش على الفيزل اللي تحتها، لو حضرتك ركزت شويه هتلاقي في فيزل ثانيه تحت اهي. الفيزل الثانيه اللي تحت دي بيبقى فيها ميه وزيت بطريقه معينه كده اسمها طريقه الفي اكس سيستم، ده تكنولوجيا لسه مخترعه شركه عالميه اسمها سولزر هي اللي عاملاها، بيفصل الزيت لوحده والميه لوحده.
فالزيت كثافته اقل من الميه فبنسحبه من البيزل من فوق من هنا يعني. لو حضرتك شايف الماوس هي بيسحبه من فوق من هنا، والزيت والميه باخدها من تحت. الميه باخدها من تحت احطها في تانك ريسفوار هنا اسمه بي 400 اللي هو الفيزل الكبيره ده، مش ده، ده عربيه. الفيزل الكبيره ده بعبي فيها الميه، وبعدين باخدها على الترمبات. الترمبات ده بتضخها لي لمنطقه مركز تجميع الميه اللي بترجع تحقن تحت الارض تاني. ما يهمنيش ان انت حضرتك تستوعب كم التفاصيل اللي هنا، انا عايز بس اوري لحضرتك انه مشروع كبير جدا. ده السيميوليشن اللي احنا عملناه ببرنامج اوتوكاد بلاند 3 دي، كم التفاصيل اللي احنا بنعملها سيميوليشن هنا، اي حاجه وكل حاجه، ما فيش حاجه ما بنسيبهاش. يعني مثلا شايف السبورت صار ده احنا عاملينه سيميوليشن، شايف حضرتك الكانوبي اللي معمول على فلو انسترومنت، الكانوبي احنا عاملينه برضه سيميوليشن. ما فيش حد في الموقع ما يبقاش عارف ان المكان اللي هنا هيبقى فيه كانوبي وهيبقى فيه سبورت شايل الكانوبي ده، وده في الاخر فلو المنت او اي حاجه هتلاقي التاج نمبر بتاعه جي دي اف، ده حاجه تبع الانسترومنتيشن معايا. كل لايتنج اهو، هذا في لايتنج هنا، فحضرتك تبقى عارف ان اللايتنج مش عامل كلاش مع البايب، يعني المهندس هو بيحطه عارف كويس جدا مكانه فين هنا، مش هيجي يعمله لي قصاد البايب. فهو لو عمل اللايت قبلي انا ما اعرفش امشي البايب اللي مقطع التورش بتاعه، ولو انا عملت البايب قبله هو ما يعرفش يركب اللايت تورش. فلا، في كوردينيشن محترم جدا، وعرفني هنا انه لو ما ركبوش في المكان ده مش عارف اركبه. قيس بقى على كده بقى كل حاجه، السبورت اهو لازم يطلع في المكان ده، ما ينفعش يترحل نص متر يمين او خمسه حتى سنت شمال بالملي. طيب انا عايز اشوف البلف ده هقدر اوصله ولا لا، بحط بني ادم، ده بني ادم بالمواصفات العاديه خالص، وهعرفك برضو ازاي ما بنصرفش وقت الكلام ده، هعرفك بنجيبه ازاي وبنحطه ازاي برضه. هو حطيته قدام البلف، وانا موريه هنا الاكسسبيلتي انه البلف هو بيلف، وهو برضه عنده مشكله كلاش هنا مع الهاند ريل بتاع البلف. انت قادر تستوعب انه هيبقى في مشكله في الموقع من قبل ما تعمل المشكله، متخيل؟ التوزيعات الكهرباء نفس القصه، اللي هذا الكيبل تريز الحاجات الخضراء اللي تحت دي كلها، دي توزيعات الكهرباء بتاعته. لو حضرتك بسيطه اهو، هنا هنا بيوزع الكهرباء في كل مكان. فهنا الراجل بتاع المدني شايف الاوعاد بتاعته كلها، الراجل بتاع الكهرباء شايف اماكن توزيعات الكهرباء بتاعته كلها، الراجل بتاع الانسترومنتيشن شايف اماكن توزيعات الكيبل تريز بتاعته كلها، الراجل بتاع الميكانيكا هو اللي عمل البايب كده كلها وعارف اماكنه ايه. ففكره انه عبد الحليم يعمل البايب دي وبعد اسبوع مهندس يجي يقول له لا والله مكان البايب دي المفروض يبقى كيبل تري، لو سمحت شيلها، مفيش الكلام ده. ما يجيش انا مثلا ركبت بلف هنا وفي الاخر اكتشف ان البلف ده مش طايله لا من السماء ولا من الارض، طب اوصل له ازاي؟ لا والله انا عندي 3 دي موديل اهو، ولو جبت العامل ده وحطيته هنا هتلاقي الاكسسبيلتي للبلف قريب يقدر يوصل للبلف. طيب انا عايز اعمل صيانه للبلوف، البلوف كل شويه بشيلها وبروح احطها، فلازم ابقى ضامن ان انا قادر اوصل لكل البلوف. انا طولت جدا في مجال انه ليه بنعمل 3 دي موديلنج، لكن الموضوع شيق جدا وان شاء الله هتتبسطوا جدا في الموضوع. نفتح الموضوع للاسئله ولا لسه؟ باشمهندس احمد. باشمهندس احمد. السلام عليكم، يعطيك العافيه باشمهندس. الله يبارك في عمرك. جزاك الله خير، يعني عرض رائع الصراحه، برنامج بلاند 3 دي والنفس وورك كمان يعني. الله يعزك. ممكن اذا في حدا عنده اي سؤال يتفضل يسال بالشات او يفتح المايك ممكن يسال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل. الله يبارك لك، بارك الله فيكم. لو سمحت كنت عايز اسال برضو، هل البرنامج هو كاستمايز او ستاندر لشغل البايبات فقط لا غير، ولا ممكن نستخدمه في حاجات تانية زي السوليد وورك، ان احنا مثلا بنستخدمه في رسم بعض الابواب، في رسم بعض الديزاينات الكاستمايز اللي احنا بنعملها؟ هل البرنامج ده خاص بالبايبات بس وشغل البايب ولا ممكن يستخدم في الفلات كمان، في الحاجات الفلات لو عندنا شيتس ستيل شيت ممكن يستخدم فيها في حاجات زي كده؟ والله يا باشمهندس البرنامج ده متخصص تحديدا في البلاند سيميوليشن. يعني ايه بلاند سيميوليشن؟ يعني شغل البايبنج، شغل التنكات، شغل الفيزلات، اللي هو الحاجات بتاعه البتروكيماويات والاويل اند جاز بس. لكن ان انا فعلا استخدمه في حاجه زي اللي حضرتك بتقول عليها، لا، البرنامج مش ابليكابل هنا.
اوتوديسك عامله برامج كتير جدا بتغطي المنطقه دي. فهو عشان المجال بتاع البلاند سيميوليشن كبير جدا فعملوا له برنامج متخصص. تمام، بارك الله، بارك الله فيك يا باشمهندس، بارك الله فيك يا باشمهندس. تسلم. باشمهندس عبد الرحمن تفضل. تمام، انا كنت برضو عايز اسال السؤال، ايه يعني هل ده يعني ايه الفرق ما بين الريفت والاوتوكاد عموما يعني، وازاي انا اصلا يعني بقى الترتيب ايه، هو مش تبع الوصول الكورس ده تبع برضو نفس الكورس اللي هو بتاع الريفريجريشن ولا حاجة تانية؟ لا يا باشمهندس، ده جزء قائم بذاته بنتكلم فيه على البلاند سيميوليشن، اللي هي زي محطات الكهرباء، زي محطات المياه، زي اعمال التبريد والتكييف اللي هي بنستخدم فيها شيلد ووترز. بس دي اصلا شركه اوتوديسك عاملها برنامج خاص بيها، لكن ده احنا بنتكلم على البلاند سيميوليشن لما يكون عندك ميزانات كبيره وميجا اكيوبمنتس يعني، وتربط بينهم بمواصفات كتير جدا في البايبنج. يعني حتى ما انصحش بيه لاعمال التبريد والتكييف، لانه دايما التبريد والتكييف بيبقى عندك خط بارد وخط ساخن، ويعني برنامج زي الريفت بيغطي لك القسم ده بسهوله جدا. لا، ده برنامج متخصص في البلانت سيميوليشن في اعمال الاويل اند جاز والبتروكيماويات. مشروع زي ده ممكن يبقى فيه مثلا اقل حاجه حوالي 12 او 13 مهندس بايبنج ميكانيكا، بنقول عليهم ميكانيكا بس هم بيقولوا عليهم بايبنج. والاقسام الثانيه زيهم بقى، يعني مثلا كان معانا في الانسترومنتيشن حوالي 5 مهندسين، معانا في الكهرباء حوالي 7 مهندسين، معانا في الميكانيكا حوالي 13 او 14 مهندس، لان الاعمال كتير جدا، كتير كتير يعني. والله انا شايف انه البرنامج ده مهم جدا لاي مهندس ميكانيكا، وخصوصا ميكانيكا باور، الناس اللي بتشتغل في مجال الكونستراكشن، وده يعتبر الهاي كلاس بتاع الكونستراكشن، ان انت تشتغل في مجال التصميم. فبتبقى رواتبه مجزيه جدا، وخصوصا لو بتعرف 3D موديلنج زي اللي احنا بنشرحه ان شاء الله النهارده، فبيبقى الموضوع كبير. هو مهندسين المدني ما بيستفيدوش من البرنامج ده قوي، لانه دوره فيه قليل، حتى السيميوليشن بتاع القواعد والكلام ده كله غالبا احنا اللي بنعملها لهم، فشغل المدني كلاته قليل جدا هنا. لكن هم بيبنوا على الكلام اللي احنا بنقوله لهم، يعني انا بطلع له من هنا اكيوبمنت لاي اوت، او بنطلع كل التفاصيل من البرنامج نفسه، وبديله التفاصيل دي، هو يبدا يصمم من عليها القواعد ويجيب لي ابعادها، فابدا اعمل لها 3 دي سيميوليشن في البلاند عامه. لكن المدني بيستخدموا برامج ثانيه، احنا بس بناخد منهم شويه التفاصيل بتاعت القواعد والكلام اللي احنا بناخده منهم، علشان نلزمه بالاماكن بتاعت القواعد، لان انتوا عارفين مهندسين مدني ذمتهم واسعه شويه، فبيحبوا يرحلوا كل حاجه. حساب الاقطار بيتم برامج ثانيه زي الفلو ماستر، وزي برامج ثانيه اللي هي بتاعت السي اف دي، اللي هو الكومبيتيشنال فلو داينامكس. في برنامج برضه شركه اوتوديسك عاملاه، مش فاكر اسمه، سي اف دي اوتوديسك سي اف دي حاجه زي كده. لكن من اشهر البرامج اللي بتشتغل في مجال حساب الاقطار، او هنسميها الكومبيتيشنال فلو داينامكس، اللي هو الديناميكال فلويد عامه يعني. كان برنامج اسمه فلو ماستر، صراحه رائع في الموضوع ده، تحط كل الاكيوبمنت، تحط كل حاجه وتحسب الحاجه دي، لكن ما بيحسبش الاقطار، الاقطار دي احنا بنحسبها في برنامج تاني. احتراف برنامج زي ده ياخد وقت قد ايه؟ هو هقول لحضرتك على حاجه، هو الموضوع مرتبط بالممارسه. الممارسه هتعلمك كل حاجه في البرنامج، لو عندك ريكويرمنت للمشروع، يعني انا اتعلمت البرنامج كله، يعني اعتقد ان انا وصلت لمرحله كويسه فيه في خلال حوالي 4 شهور بس. لكن كنت مفرغ الوقت بصراحه. فالبرنامج مش صعب زي ما حضرتك متخيل، ده سهل جدا وسلس جدا، وحضرتك شايفه ده، بتشوف على انه كومبليكيشن كبيره جدا وتفاصيل كتيره جدا، لكن هو سهل جدا. مده الكورس قد ايه؟ مده الكورس مش عارف، انا كنت مخصص لها حوالي 20 حلقه، احنا غطيناها قبل كده على اليوتيوب بس ما كانتش تفاعليه، فخدت معايا 36 حلقه في متوسط حوالي نص ساعه للحلقه، الا 34 حلقه في متوسط نص ساعه للحلقه، يعني حوالي 16 ساعه. لكن ما دخلتش المرحله ادفانسد فيها، يعني انا حطيت المهندس
انه يبقى قادر انه يشتغل ويعتمد على نفسه ويقدر يوصل للمشاكل اللي هتقابله هيشتغل فيها ازاي. لكن في مرحله ادفانسد اتوقع انه لو اتيحت لنا الفرصه ان احنا نغطيها هنا نغطيها. هل الايزو واعاده اخراجها مره اخرى يمكن تغيير مواصفات النوتين والبلوف وغيره بعد اخراج رسومات؟ والله يا مهندس روماني دي فيها حاجات كتير، انا مش فاهم بعض السؤال. لكن انت ممكن تطلع الايزو وبعدين تغير مواصفاته، تقصد مواصفات السبيكس ولا تقصد مواصفاته الفنيه اللي اتكتب في اللوحه؟ هو عامه تقدر تغير كل حاجه في الخط، يعني حتى لو بعد ما خرجته تقدر تغيره، لكن لازم تبقى عندك انا قلت لك انه في مرحله من المراحل ان شاء الله نغطيها ازاي اتعامل مع الداتا مانجر. فانا مثلا رسمت خطوط كامله، وبمجرد ما بترسم الحاجه هو سجل كل مواصفات الحاجه اللي انت رسمتها، راح جابها من قاعده البيانات بتاعه وقال ان عبد الحليم رسم الخط ده اللي مواصفاته في اللحظه الحاليه 1 2 3، هو سجلها عنده. بعد شويه انت رحت غيرت مواصفات الخط ده، هو ما عادش يعرفه لانه خلاص هو سجل الخط بالمواصفات اللي كانت موجوده انذاك. عشان اغيره تاني في تركايه بقى، حاجه من الاثنين، يحذف الخط ورسمه من الاول وجديد، او التركايه بقى اللي كنت بقول لحضرتك عليها ان احنا نحط الشعب داتا مانجر ونعدل المواصفات في اكسل شير عادي خالص ونرجع نسحبه على البرنامج وترجع تعمل اكستراكت لل وترجع تعمل اكستراكت للايزومتريك تاني. هو للاسف البرنامج جرافيكس عالي جدا وبيحتاج جرافيكس عالي فعلا، هو محتاج جهاز عالي الامكانيات. انا عايز اقول لحضراتكم انه النافيز ورك مع البرنامج مع الباور بوينت مع زوم كان عامل لي مشاكل كتير جدا في السيميوليشن. انا اصلا كنت ناوي اشرح كل اللي شرحته ده على السامبل بروجكت اللي بيجي اصلا مع البرنامج، لكن ما قدرتش لانه ما عملش ريندرنج معايا، ما كانش جرافيكس كان بيقف مني. حاضر والله هبعت لكم لينك اليوتيوب ان شاء الله، هبعته لكم على الواتساب. لينك الحضور هينزل اخر المحاضره. ماشي. هل البرنامج ده امكانيه رسم خزانات خرسانيه خاصه بمحطات المياه والصرف الصحي؟ بص يا باشمهندس، انت بتقدر ترسم اي حاجه، هو الفكره انه بيديك البادي شيب اللي بره، لانه البرنامج متخصص اصلا في شغل البايبنج اللي احنا عاملينه ده. يعني لو حضرتك بصيت ورايا في الخلفيه هنا شايف القصه كلها شويه بايستراكشر ستيل، فاحنا هنا عايزين نطلع ايه؟ عايزين نطلع جنرال انجمنت دروينج، وعايزين نطلع الاستراكشر ستيل بالبلاتفورمز بالبايبنج بكل الكلام ده كله. لكن الفيزل دي جواه ايه؟ ولا يهمني اي حاجه. الماتيريال بتاعتي ايه، خرسانه ولا حديد؟ برضه ما تفرقش معايا اي حاجه. فهي مش فارق معايا ان حضرتك عايز تعمل خزان خرسانه ولا تعمله خزان عادي، هو مش هيسالك على الماتيريال بتاعه. ارسم الخزان زي ما انت عايزه، لانه انت عامل البرنامج ده عشان تعمل سيميوليشن للي هيطلع من الخزان، مش اللي جوه الخزان. انا مش شايف اي حاجه جوه الفيزل دي، وحتى لو عملتها هايد هتلاقيها فاضيه من جوه، مفيش اي حاجه. اه شيل مكان فاضي جوه. فهو مش مهتم بالتفاصيل دي، لانه احنا مكان تخصصنا هنا ان احنا نعمل الجنرال انجمنت دروينج والبايبنج وركس اللي حوالين الموضوع. لكن ال التانك بقى خرسانه ولا حديد ولا هو جواه ايه ولا بره ايه، ما تفرقش معاك اي حاجه. وبنستخدمه في محطات الصرف عادي خالص. لكن محطات الصرف يعني قليل شغل البايبنج اللي فيها، انت عندك حواض تجميع ميه وحط فلتريشن، شغل البايبنج اللي فيها قليل جدا، لكن عادي ممكن تعمله سيميوليشن وبسهوله جدا كمان. بص يا باشمهندس، تعالوا نفصل بس مجال الميكانيكا شويه. احنا عندنا المهندس بتاع الميكانيكا واحد من اثنين، يا كونستراكشن يا اديتور. كونستراكشن يعني ايه؟ يعني واحد هو اللي بينزل ينفذ، او ديزاينر واحد بيروح يعمل تصميم بتاعها. لكن في مهندس ثاني بيعمل كواليتي كنترول على المنظومه كلها، اللي هو بنسميه كيو سي انجينير. هم دول اللي بيروحوا يهتموا جدا بالكورسات بتاعت الازمي والاي اس تي ام ستاندر، وبياخدوا فيها كورسات كتيره جدا، لانه لازم يكون مهندس معتمد. عندك حاجه اسمه ويلدنج انسبكتور، اي دبليو اي، ما اعرفش، في شهاده كده بتاعت ويلدنج انسبكتور لازم ياخدها عشان نعتمده كويلدنج انسبكتور عشان يبص على اللحام، وهكذا بقى. قيس على القصص دي كتير جدا. لكن في مجال التصميم نفسه، عشان تصمم الفيزلز لازم تكون شركتك ازمي سيرتيفايد، هي اللي هتفبرك. لو هي اللي بتعمل الديزاين لازم توفي الريكويرمنت بتاعت الازمي، او تستخدم برامج من البرامج اللي بتعتمد الازمي كود فيها. والازمي كود عندنا هوري لحضرتك هو ريكويرمنت مش اكتر. يعني لما تيجي تعمل الدايمنشن مثلا على سبيل المثال، الخط اللي طالع من البامب لازم يكون 10 دي،
يعني ايه 10 دي؟ يعني طوله 10 مرات الدايميتر علشان ما يحصلش فلويد تربلانس وهي داخله على البامب، فيعمل لك كافيتيشن ويعمل لك مشاكل. فاحنا هنا بنبرر الموضوع خالص، لكن انا لو هفبرك فيزل لازم ما بكون ازمي كواليفايد مانيفاكتشرر، ودي لها بروسيجر كتير جدا بتاخد وقت كتير على ما البلانت او المصنع نفسه يبقى كواليفايد انه يطلع فيزل هي ازمي ابروفد معتمده من الازمي. في اسئله اتسالت اثناء المحاضره؟ مش مهم، في سؤال يعني بسأل، هل البرنامج نفسه بيعمل كلاشات او بيكتشف التعرضات ولا لازم يتصدر على النفس وورك؟ سؤال هو صحيح. هو لا، البرنامج ما بيعملش كلاشات من نفسه، لازم حضرتك تصدره على النفس مانج او النفس وورك وتشوف الكلاشات هناك. لكن جوه البرنامج نفسه، بص هل حضرتك الوركينج فايل اللي انت شغال عليه بسبب الشغل اللي انت بتعمله ممكن مثلا يبقى عامله بتاع 400 ميجا او 500 ميجا ملف المشروع بس، فان انت تقول له اعمل اي حاجه بيروح ما بيرجعش. البرنامج فعلا بياخد معاك وقت كتير جدا لانه البرنامج من البرامج الثقيله. ان انت تقول والله انا هعمل الكلاش ديتكشن فيه، انت مستحيل. لا، هو ما بيدعمش القصه دي لانه اصلا شركه اوتوديسك عامله برنامج ثاني بيعمل الكلاش ديتكشن وعايز يبيعه، فهي مدعمه القصه دي في برنامج نافز ووركس اللي هو النافز مانجر. يعني كمهندس تبريد وتكييف هل اقدر استخدم البرنامج في رسم الداكتس؟ لا، ما انصحش ان انت تستخدمه في الداكتس، ده موجود في الفاضي. وان كان في كتالوجز بيرسم لك، بس انت رايح في بنيه كلها هيبقى كل الشغل اللي عندك مبنى وهتعمل فيه شويه داكتس، ما انصحكش خالص تستخدم فيه برنامج. قاعده البيانات اللي فيه اكبر بكتير من التفاصيل اللي انت محتاجها. لا، في برنامج متخصص في الداكتس بتاع التابلوت الكيف، سواء اوتوكاد ميكانيكال او ماذا اوقع الريفت شغال في الداكتس. وفي برنامج كان اسمه ايه؟ والله مش فاكر. كان في برنامج كان متخصص اصلا في اعمال التابلوت الكيف. هل يمكن استخدام البرنامج في رسم شبكه المياه داخل المباني؟ بنستخدمه في رسم شبكه المياه داخل المباني، لكن هي الموضوع بسيط خالص. هل ممكن استخدامه في رسم شبكات صرف؟ برضه ممكن نستخدمه في رسم شبكات صرف حريق وتغذيه. عندنا في البلانتس بيبقى عندنا شبكه الحريق وشبكه التغذيه وبنرسمهم عادي خالص. انا بقول لك بص، البرنامج واسع جدا وبيعمل كل حاجه، فعلا بيعمل كل حاجه، لكن هو ده البرنامج المناسب لابلكيشن كبير او صغير؟ دي قصه ثانيه. يقدر يعمل لك شبكات الحريق ويقدر يعمل لك شبكات التغذيه ويقدر يعمل لك شبكات الصرف الصحي عادي خالص. انت تقدر تعمل عليه اي مواصفات باي باد، سواء فاست ايرن ولا بي في سي اللي بتستخدمها في الصرف، وتعمل ودي سيمبل جدا بسيطه يعني. البرنامج اصلا معقد اكتر من كده بكتير، احنا بنعمل شغل عليه. يعني خلونا اوريكم ايزومتريك من اللي احنا مطلعينه مثلا. مثلا يعني ده الايزومتريك اللي احنا عملنا له اكستراكشن من شويه. هو عامل لك طبيعه الملف كلها باصنافها، النقطه الحمراء دي يعني نقطه لحام، وبيحسب لك كل انواع اللحام اللي هنا، وبيبقى عارف ان ده بطول. لما تخش على الداتا مانجر، لو دخلنا على الداتا مانجر هنا هتلاقي فيه كونكشنز، هتلاقي فيه البوتولد، حاسب لك جام اللحام اللي انت هتستخدمه في المشروع كله. شايف اللاين ليست نزل البالف؟ لا، انا عايز هو المشروع بتاعنا احنا لسه ما رسمناش فيه حاجه، فهو مش لاقي حاجه يعرضها لي اصلا. لكن البرنامج فيه ضغط كتير جدا وشكات كتير جدا. انا عايز اوريك رسمه بس ايزومتريك بتاع اكستراكشن قبل ما ابدا الكورس. مثلا خط زي ده، شايف خط زي ده؟ ده عندك فلانجه، الفلانجه دي مواصفاتها، وانا ده الاوفست بتاعه، ده ريديوسر، دي الفلانجه بتاعتك، والمواصفات بتاعت الفلانجه هي في 15، هتخش على 15 هنا هيقول لك ان دي فلانج ولد نيكريز فيس اس تي ام 105 ان ونيس ريكويرمنت وسكيدجول 60 وبلس 600 والسريشن بتاعها من 125. يعني كل التفاصيل اللي حضرتك تتخيلها ما تتخيلهاش موجوده. الحاجه الثانيه انه شايف الكومبليكيشن بتاع ايزومتريك زي ده، ده خط رئيسي زي بتاع الهيدر اللي وريته لحضرتك، وده طالع منه برانشات. دي صميم شغل الفابريكيشن اللي هي ورش الفابريكيشن بتاعت البايب. من غير ايزومتريك زي ده هو ما يقدرش يلحم بايب واحد. فانا بوري لحضرتك ان انت بتطلع ايزومتريك مش بالبساطه بتاعت الايزومتريك ده، يعني ده حاجه سهله خالص وبسيط، انا حتى ممكن اعمله كروكي بايدي. لكن لما اجي عند ده لا، الموضوع شبه مستحيل، وخصوصا ان عندك فيتنج وعندك تنقيصات للفيتنج. يعني البايب مع الولد دول نص قطر هنا مع الطول ده عامل 356،
بنقدر نحسب منه الفابريكيشن لينز. عندك الرقم واحد ده، في عندك حاجه اسمها الكات لينز هنا، لايت رقم واحد ده اللينز بتاعه 138 مللي، يعني تروح تجيب بايب 4 بوصه وتقطع منها 138 مللي وتعمل لها بيفل في الاند الاولانيه وبيفل في الاند الثانيه، ده حاجه اسمها كات لينز. ده الجماعه الفابريكيشن اللي بيصنعوا البايبنج فابريكيشن بيشتغلوا عليه. فالبرنامج بصراحه عملاق في مجال الاويل اند جاس والبتروكيماويه. لما حضرتك تروح محطه كهرباء او بلاند شغال في مجال البتروكيميكالز، ما الفرق بينه وبين الاوتوكاد سيفل 3 دي بالنسبه لتصميم شبكه الصرف؟ والله مهندس احمد، انا فاضل مهندس احمد صلاح. بص، هو الفرق ما بينه وما بين اوتوكاد سيفل 3 دي ان ده برنامج بتاع اوتوكاد وده برنامج بتاع بلاند سيميليشن. البرنامج ده هو اصلا هو اوتوكاد عادي خالص، تعمل فيه اي حاجه زي اوتوكاد ميكانيكال، بس فيه ميكانيكال ضايف عليه شويه حاجات، شويه اضافات. في برضه اوتوكاد الكتريكال، برضه هو نفس بيئه اوتوكاد بس ضايف عليه اضافات. فحضرتك لما تيجي تعمل كوبي وبس اي حاجه، انا بفتح اي ملف اوتوكاد عادي خالص هنا، فهو بيئه اوتوكاد لكن مضاف عليه خصائص البلاند دي. يعني انا مثلا لو جيت هنا واعمل مثلا على سبيل المثال كوبي سي او، هي نفس الاوامر اللي هتظهر لحضرتك، هي نفس الاوامر اللي هتظهر لحضرتك في اوتوكاد العادي. لكن لو كتبت في الاول بس بلاند، هيجيب لك الاوامر الخاصه بالبلاند سيميوليشن. فهتلاقي مثلا ايه، عندك حاجه اسمها بلاند ادمن بروتكت بروجيكتور او وات ايفر اسمها ايه، في عندك بلاند بايب، في عندك بلاند تشيكن، وهكذا. الاوامر اللي اولها بلاند هي دي اللي معموله لاوتوكاد بلاند 3 دي، لكن البيئه العاديه اللي خالص بتاعت البرنامج هي كلها بيئه اوتوكاد العاديه اللي خالص، ما فيهوش اي فرق. حضرتك تقدر تستخدمه كاوتوكاد عادي، انا ما بستخدمش اوتوكاد عادي الا لما احب اشغله ملفات بعيده، زي مثلا عندي اوتوكاد ميكانيكال، اوتوكاد ميكانيكال اللي هو 2018، انا مسطبه بس عشان اعرض حاجات بعيد عن المشروع اللي انا شغال عليه. لكن هو البرنامج بقى شغال في بنيه اوتوكاد عادي خالص. السيشن ممكن ياخد قد ايه؟ ان شاء الله هحاول ان انا اظبطها، ما تزيدش عن الساعه ان شاء الله. انا كنت ناوي ان انا اوسع اكتر من كده، بس انا شايف انه اتمنى ان الحضور كلهم يكونوا سطبوا البرنامج وان البرنامج موجود عندهم، عشان ان شاء الله من الحلقه الجايه هنبدا نستعرض مع بعض الانترفيس بتاعت البرنامج، ونبدا ايه ناخدهم واحده بواحده كده، نبدا نشتغل الانترفيس، نتعلم ازاي نفتح مشروع جديد ان شاء الله. يعني انا هبدا من البدايه، يعني لو انا صفر خبره هتعلم كل حاجه، هو مفيش حاجه اسمها تتعلم كل حاجه، لكن ان شاء الله هعلمك بيزكس تقدر تعتمد عليها في الموضوع، وان شاء الله لما تخش المجال مش هتحس ان في حاجه جديده عليك، بل بالعكس هتحس ان انت عارف اكتر من زمايلك بكتير جدا. انا بقول لحضرتك ان الكلام ده خبره 12 سنه في المجال، محدش علمهولي، واعرف ناس لحد النهارده خبره اكتر مني في مجال الكونستراكشن، يمكن ما يعرفش يعني ايه سريشن او يعني ايه انواع الفلنجات، او لا انت داخل في التقيل اللي هو مجال التصميم نفسه، فلازم تبقى عارف كل كبيره وصغيره في المجال. مش بقول لحضرتك ان انت لازم تكون عارف، لا، انا هعرف ان شاء الله حضرتك تفصيل كبير جدا ان شاء الله تقدر تعتمد عليها. و الكورس ده انا شايفه تقيل شويه، فاتمنى من حضرتك انه ما تستغربش الكلام اللي هقوله، انا هدعمك بماتيريال على قد ما تقدر، ان انت تعرف يعني ايه مثلا لما اقول لك فلانجه، انا عارف ان انت هتستغرب ما تعرفش يعني ايه فلانجه اصلا، لا هوريك انواعها، هوريك الكلاسيفيكيشن بتاعها، هوريك فيديوهات ليها، وهوريك طريقه لحامها، وهوريك كل حاجه فيها. مش معنى كده ان انت هتنزل بكره تشتغل سينيور بروجكت انجينير، لا، لكن عندك البيزكس وتعرف اكتر من اي حد من زمايلك اللي في المشروع ان شاء الله. جزاك الله خير باشمهندس، الصراحة عرض ما شاء الله ممتاز، يعني صحيح كلام سريع بس مفهوم، يعني ما شاء الله عليك. نأكد على موعد الدورة، يوم الاثنين ويوم الخميس يوم الكورس إن شاء الله. جزاك الله خير، ويبدو أنه خلصت الأسئلة عند الزملاء إن شاء الله. أشكرك باشمهندس، الله يعطيكم العافية. جزاك الله خير.